خرطنا طبعا الملوخية الأول، ماشي زي ما انتوا شايفين لازم تخرطوها زي ما هي في الصورة كده. ودي طبعا اللحمة والشوربة بعد ما تستوي، طبعا هنقول لكم الطريقة ازاي. جهزنا طبعا التوم المفروم والملوخية جاهزة اهي، والطماطماية، الصلصة، الشوربة طبعا جاهزة كمان. قلعنا على التوم مع السمنة زي ما انتم شايفين، هنحط الطماطماية مش هنزود الشوربة لما نحط الملوخية الأول عشان نعرف نظبطها. وبعدين بنحط الملوخية، بنحط الملوخية على الشوربة زي ما انتم شايفين كده. انا عاوزكم تشتركوا في القناة. ونقلبها زي ما انتم شايفين الملوخية، بسم الله ما شاء الله جميل. الطريقة دي هتعجبكم قوي. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ وبعد تنسوا تشتركوا في القناة بتاعتي.